هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بمليون صحة وعافية. وانتو تشوفوني هسه كلش مشتاقة لكم، ادري انتو هم كلش مشتاقين لي. رجعت لكم بعد غياب كلش طويل، وان شاء الله بعد ما اقطع. وبالنسبة لحساب الانستغرام، ادري كلكم يعني تعرفون صار حسابي كان فيه مشاكل وتبند وطار والف شغلة، بس الحمد لله توصلت لشركة الانستغرام ورجعوا لي الحساب تمام. فشكرا لكل احد ساعدني وكل احد وقف وياي. كويس، طبعا اغلبكم مستغربين انه انا شلون طلعت بالحجاب. يا جماعه، اني تحجبت بس على مود شهر رمضان احتراما للشهر وعلى مود الصيام. قلت لنفسي اذا راح اقدر استمر بيه راح استمر، بس انا صراحه ما قدرت استمر بالحجاب، فلهذا اني نزعته. فاني مشيت محجبه بس على مود الشهر، وها هي يعني واحد من يشوف نفسه ما مرتاح في شي ما يقدر يعني يخصب روحه. فبس حبيت اوضح لكم وبس. ما طبعا لحد قبل شوية أنا قلت لكم إن أنا بعدني بالفريق، بس أنا هسه رح يعني أقول إن أنا طلعت من الفريق. سبب خروجي من الفريق إنه اختلاف رأيي، وأكو أنا صار عندي التزام، ووضعي الصحي مو زين، وعلي ضغوطات هالفترة، ونفسيتي مو زينة. فبعد ما أقدر أروح ألتزم بالتصوير هيجي والمواعيد وهالسوالف كلها بعد ما أقدر. فمن اليوم رايح أنا رح أكمل وحدي، ما رح أقدر أستمر بالفريق، بس ماكو بيناتنا أي مشاكل، بالعكس كلش أحبهم و حبوني ورح نبقى على تواصل طبعا. بس انا كعضو بالفريق من يوم رايح، بعد اني مو عضوة، فهذا الشيء انتم حقكم تعرفوه. وبس حبيت اقولكم هذا الشيء، احبكم.